كده؟ شايف. طيب انت ايه هنعمل ايه؟ طب انت عارف ايه العمليه اللي احنا هنعملها؟ انا عارف. يقول لي ايه اللي هنعمله؟ نعمله نفتح عيني. لا مش هنفتح عينيك يا عم، عينيك مفتوحه، هنفتح عينيك دي. دي ايوه، نرفع الجسم لفوق يعني. عايزه تبقى واسعه زي العين الثانيه؟ ايوه. نفس الوسع؟ ايوه. طب نعمل كده؟ ايوه. وبعد العمليه هنعمل كده برضو؟ ايوه. يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنرفع الجفن ده، صح كده؟ ماشي. انت بتحبني؟ ايوه. طب مش هتديني بوسه؟ الله. هنا احسن ولا البيت احسن؟ دول ضيوف عندي. دول ضيوف عندي؟ يعني دول ضيوف بس مش هيقعدوا معاك يعني؟ لو انت جلست شويه هيجلسوا معاك. طب ليك صحابك هناك في البيت؟ عشان اروح انا اروح، عشان انا اروح ماكينه. ماكينه؟ ايه الماكينه دي؟ ليه بقى؟ عايز عصير من الماكينه. عايز عصير من الماكينه؟ اه. طب انا عندي ماكينه هنا. طب ما هنا في بيبسي، هنا في بيبسي هنا. اه طيب، ما انت ممكن تروح تجيب بيبسي وتيجي تاني، مفيش مشكله، وخليك معانا اليوم. ايه رايك؟ لا لا مش طب نشيل دي كده. شفت احنا مع بعض ازاي؟ صاحبك. انت مش عشان اصحاب؟ اصدقاء؟ اصحاب؟ انت اصحابك؟ هي مفتوحه. هي مفتوحه احسن، صح كده؟ مبسوط منك انا. طب انا اسمي ايه بقى؟ ها؟ انا اسمي دكتور. دكتور ايه؟ دكتور مين؟ ايه؟ اه اسمي ايه بقى؟ انت لازم تكون عارف اسمي. دكتور من مصر. دكتور من مصر؟ ايوه. لا انت ماشي. احنا عملنا له سلينج، رفعنا الجفون بحبال كده من جوه، فرفعنا له الجفن. لما بيبص لتحت تبقى شكلها غريب شويه، لكن مع الوقت بيتخف الشكل ده. هو لما بينام بالليل بتبقى العين مفتوحه ولا حاجه كتير ولا حاجه بسيطه؟ يعني حاجه بسيطه يعني. حط له قطرات والمراهق بس زي بس. احنا بقالناش غير ثلاث ايام عاملين عمليه، احنا عاملين يوم الاحد الاثنين الثلاث الاربع، ده يومين يومين يعني، بعد يومين. ده حاجه جميله يعني. عملنا الحد صح؟ حد ايوه. حضن كبيرة. حضن كبير. يلا حضن تاني كمان. ايش ربنا يخليك. لو عندك او عند اي حد يهمك مشكلة في عينيه، ما تترددش تتصل بينا في طبيبي.